محامي يستخدم الطرق الملتوية والرشوة من أجل مظلوم. أنت أخطأت إذن في فهم معنى الرشوة. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أما إن دفعت مالا لاسترداد حقي المغصوب، حقي المغصوب، دفعت مالا من أجل استرداد حقي المغصوب فلا تدخل في أعداد الرشوة. قد دفع صهيب الرومي مالا من أجل أن يهاجر، تنازل عن كل ماله، تنازل عن قينتين كانتا له، وذهب إلى المدينة فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى.